مضت على كل الورق يا باشا. تمام. يلا بت يلا ما دام مضيتي غوري في ده يلا. طب والمحضر؟ صح ده صحيح. عشان خاطر ده يا باشا قطع المحضر. ايه اللي هعمله ده عشان انت غالي علينا يا ابو الكوامل؟ ده محضر ضبط واحضار. وانت عارف يا باشا انا اللي يعمل معايا جميله بشيلها له في رقبتي. سمعتك سبقاك يا ابو الكوامل. لسه قاعده بت؟ يلا غور من هنا. غور يا بت بلاش لعب عيال. ليك يوم يا ابو الكوامل. ليك يوم. غوري.